المدرب نتاع المغرب كان بعض الناس اللي كيديوه بواحد النقطه سلبيه، ولكن السيد راه عنده الحق. واش كتقارن لي نتايا مثلا العربي الناجي كتقارنوا لي مع بالهندا؟ راه ما جاتش بالهندا كيلعب 3 ماتش في لاسومان. العربي الناجي ولا انا ولد بركان وداك اللاعب راه كيلعب في الفريق نتاعنا، ما عندوش كونديسيون فيزيك باش غادي يجاري الافارقه. والحمد لله القاره الافريقيه اليوم كاع ولات كتعتمد على المحترفين، يعني الوطني خصو يزيد يخدم، خصو شويه الخدمه، فهمت كيفاش؟ كونديسيون فيزيك نتاعو باش تاهلو انه يحمل القميص المنتخب الوطني. اسمح لي اللاعب المحلي، اللاعب المحلي ما غادي يجيب حتى شي نتيجه. اللاعب المحلي مجرد لاعب محلي هاوي، فهمت كيفاش؟ يعني خص الانسان يدخل النطاق الاحترافيه باش يقدر يلعب المنتخب الوطني، فهمت كيفاش؟ المنتخب كيواجه لاعبين، فهمت كيفاش؟ نمشيو لابرز المثال، اقوى المنتخبات الافريقيه حاليا هو الجزائر. واش عنده شي لاعب محلي؟ عطيني شي اسم ديال شي لاعب محلي. والو، علاش؟ ما دارس التكوينيه ديال التاهيل وديال البنيه الجسمانيه وكيما نقولوا كونديسيون فيزيك ما كايناش في المغرب. هذه هي اللي خص النقطه اللي خصهم يشتغلوا عليها. اشتغال يعني على حساب اللياقه البدنيه، يعني باش انسان يقدر يكمل المباراه 90 دقيقه. او بحال الحداد، الناس اللي كتقول لك علاش الحداد ما يمشيش للمنتخب؟ الحداد براسو هنا في الماتش كيلعبوا ماتش في السيمانه كيلعب 60 دقيقه. واش هذا هو اللي غادي يجاري لي مثلا انا ظهير ايسر يعني من طراز الرافع محترف في اوروبا باش غادي، فهمت كيفاش؟ يعني هذاك لاعب ديال الشوط الاول. حنا عندنا في المرورات الرسميه غير ثلاثه ديال التغييرات. واش انا غادي نجيب الحداد نبقى نلعبوا 60 دقيقه ونخرجوا عاوتاني نضيع تغيير؟ ما يمكنش. وصراحه المدرب عنده الحق.